روحانية تعيق التجذر المادي. شوفي خليني أبغى أقول لك، لما يكون عندنا أدوات روحانية وممكن مشاعر منخفضة تمنع التجذر، المفترض أنه الروحانية أيضا تساعدك على المادية، تخلي المادية أسهل عليك، لذلك يكون سهل عليك أنك أنت تتجذر، سهل يعني تستطيع أنك أنت تعرف الأدوات وتستخدمها أنك أنت تمارس هذا الدور، مو أنك أنت بس تعرف، لا تقوم بهذا الدور. طيب خلونا ناخذ إيش المستجدات هاي يا جماعة. من يوم حطيت النية، من يوم حطيت خلفية الجوال، شفت الفيلم، حضرت أحد المواد، إيش اللي صار في حياتك؟ إيش التغيرات اللي صارت في حياتك؟ سارة تقول قررت أسوي تأمل وطلع لي تأمل الاتصال بالروح. أوكي، تزامن جميل. تقول لك الجاثوم إليانز طلع لي فيزا الأمريكا، مبروك مبروك، اكتشفت مرضي بعد تعب، مبروك. مزعج أعرفها، مرحلة اللي ما تدري وش فيك، أخ مزعجة، بس لما تكتشف وش اللي فيك تقول أخيرا اكتشفنا، أخيرا عرفنا، خنت زوجي، أوه ماي جاد. بس أنت حاطة النية معانا يعني، ترى ما الحين رجال يقعدون يحضرون ويسوون لنا إزعاج، كل نفس ما كسبت رأينا. ها طيب، حلم واعي غيرت فيه وإسقاط نجمي، أوه واو غدير، برافو برافو. من حطيت النية أنواع الاكتئاب، أي بينت على السطح، بينت على السطح، محتاجة أنك تنظفين، لأنه هو أقرب شعور يساعدك أنك تحسين بهذا الإحساس. تعلمت الصلاة بخشوع، الله، شعرت بالرضا، يا سلام. أحلامي صارت واضحة أكثر، أوه واو. طبقت كل الكورسات المتعطية، الله الله، كذا أنا أحبك جدا. صرت واضحة وقوية وطاقتي مرتفعة، جميل. حضرت دورة نداء الروح، عظيمة حبيبتي، أنت العظيمة. أخف نية، صدق؟ شو بعض الناس تكون ثقيلة عليهم، خفيفة ما حست، يعني يمكن ما حست بشيء، جتني فلوس، مبروك. صرت أحب قراءة القرآن، الله يا ميس. مرضت وشعرت بطمأنينة، شعرت بالراحة والهدوء، عرفت رسالة روحي، الله، أخبار جميلة. طيب، مشاعري تلخبطت، أوكي، الشعور السلبي اللي طلع لك على السطح اشتغلي عليه. يا جماعة مو نقعد نتفرج، مو نقعد نتفرج، لما يجيك شيء تفاعل مع الواقع. تقول كان الفراشة المنفوشة وهم بطيخ، وأفهم إيكار تولي وسبونزا وأسمع لك أيضا، آه واو، هذا وش هذا يعني، من الفهلوة ولا من أنك أنت مرة مطمئنة؟ طيب، جاءت لي الشجاعة أني أواجه خالتي بعد 6 سنوات وهزأتها، هند حبيبتي، أوه واو. طيب، حسيت بزهد وراحة نفسية، والله بعضهم دعسوا دعسوا، ها دعسوا. أقوى دعسة اليوم أن أم بطيخة جاية شخصيا تقول لكم أنا موجودة، أنا موجودة. ارتفعت روحانيتي وشعرت بالراحة والسلام، تسهلت دفعتي حقة العقار، حبيبتي مبروك مقدما. عضيت الجاثوم، عجيب، ها عضيتيه، اوكي. طيب، وين وصلنا؟
صرت احافظ على اموري الخاصه واشتريت فيلا. الله، هذا الخبر الزين. شرت فيلا يا جماعه، مبروك مبروك حبيبتي، منزل مبارك. انقطعت علاقتي بشخص بين التواصل الاثيري. يلا معلش، الوقت المناسب للخروج. طيب، خسرت أشخاص كانوا مهمين بطريقة عنيفة بس جدا مرتاحة. كويس، شعورك مهم، شعورك مهم. كنت أقول إسقاط مهم، روحي راح تسويه بدون ما أسوي جلسة، صار لي ولأول مرة في حياتي. عجيب، أوكي. عرفت رسائل الناس اللي حولي، حلو. أبغى الفراري الحمراء. حبيبتي انتي حط النية، حط النية وشوفي وش الرسائل اللي تجيك هذا الشهر. تقول لك طلبت الثراء والحظ والنجاح في الدراسة والروحانية فوق فوق. حبيبتي سارة، مبروك عليك كلهم. ميرا تقول ايش قصة ولدي يسوي اسقاط نجمي مع طفل ابو 5 سنوات؟ ايش القصة؟ الجيل الجديد، تحسبون زيكم اذا قلنا جاثوم بدأوا العالم يطقطقون ويتلخبطون وكذا، معدتهم تقلب ويحسون انهم في قعر جهنم. عادي، هو صديق ويسوون اسقاط، مولود كذا يعني. ولا انت علمتي؟ ما علمتي صح؟ ما تعرفين. طيب، يخففون عنا الحمل شوي. تغير مكان عملي وارتحت من كثر الشغل. حبيبتي تبغين شغل خفيف ها؟ اعرف. اوكي، شعرت انه روحي صعدت ورجعت لي. هو في الغالب جاثوم اسقاط. متى تختار روح الاستيقاظ بعد ان تضرب القاع؟ غالبا اغلب الناس ما تستيقظ الا بعد الالم، اغلب الناس ما تستيقظ، لكن مرات في عقود تساعد على الاستيقاظ، ما تكون مسؤولة مثل العقود الكارمية، مثل في عقود يعني تكون عندها دور. خلعت ضرس عالجته قبل 13 سنة. احلامي قلت، اشعر انها حماية طاقية. كيف؟ قررت افسخ زوجي في المحكمة. اظن اونلاين ما يحتاج تروحين المحكمة، ولا ذيك المرة قالوا لي البنات هنا انها اونلاين، اظن، ما لي متأكدة، تأكدي من المعلومة يعني، ما يحتاج تروحين المحكمة، بس اونلاين تضغطين الزر. كنت متطرفة ولا اقبل بالدين، اتزنت قليلا هذا الشهر. ليلى حبيبتي برافو، ماتت قطتي حبيبتي انت الله يرحمها. رجعت اتواصل مع زوجي بعد انفصال طويل. جميل، تأكدت اني تجاوزت علاقة مظلمة. واو، شفتي يا نوسة، تقول لك نوسة كله اونلاين حتى النفقة اونلاين. اقتربت من شراء دورة لكن اكتشفت ان السعر مختلف على الموقع. ما فهمت كيف السعر، هو ما هو موجود الا في الموقع، السعر بس في الموقع. اشرحي لي اكثر، او ارسلي رسالة، او كلمي خدمة العملاء، ابغى اعرف القصة. احلامي زادت بعد النية. الله، صرت أشوف الأموات وأتواصل معاهم. دخلت علاقة وخرجت بسرعة. ليش؟ شو اللي صار؟ هل نية الروحانية تعجل بنداء الروحي؟ ممكن أنها تكون من الإرهاصات، وارد وارد. صرت أتوقع كل حدث أو رد فعل أو إجابة وتطلع صح. حدس يعني، ارتفع الحدس. جبنا قط للبيت. نينا حبيبتي مبروك. اوه ماي جاد، قط جامع نية الروحانية، ايش توقعون؟ نجح مشروعي بس ما قدرت اتابع، اكتفيت بالنجاح. حبيبتي اتس اوكي، مرات انت تتنازل عن الهدف، اهم شيء تكوني مقتنعة. صرت اعرف اختار. الله، شفت صور ذهنية عن الناس وتعبت لأني عرفت أسرارهم من غير ما يقولون. أوه واو هند، برافو، هذا تطور.
محتاج تعبيني يعني انت ليش مدخل الموضوع نظف الشعور اللي انت قاعد تحسين فيه، نظف شعور التأنيب. حلمت اني دخلت بنور ابيض وكأنه امتلأ جسمي وحسيت بشعور فرح، بعدها جاني الجاثوم بس ما كملت وصحيت. طيب اذا جاء مرة ثانية شو تسوين؟ جبت قط لأول مرة، مبروك، استمتعت كثير، جاني فلوس، مبروك حبيبتي. ترى أغلب متابعينك تطلقوا، انتظري في الصيف عشان تشوفين مين الأغلب. أوكي، أخذت رسائل الأرواح ومحتارة بين قصة الروح والعقود. إذا عندك مشاكل في العلاقات خليك مع العقود، إذا لا تبغين روحانية روحانية أكيد قصة الروح. أشوف الناس على حقيقتهم، برافو جتني فلوس، الله. محتارة أخذ قصة الروح، أنا أحس أني ما أعرف قيمة الحياة، هل بيفيدني قيمة الحياة؟ ممكن، يعني خلنا نقول 20%، بس مو هذا هو الموضوع، أنه يعلمك قيمة الحياة مو هذا هو الموضوع. خلصت عقد كارمي، برافو برافو، جتني عيديات كثيرة وتجنن، الله. حسيت بشعور حب الذات، ممتاز. ما حطيت نية الروحانية، أقدر أحطها الآن في أي وقت تقدر تحطها، بس كان يعني جيد إنه كنا مع بعض، يعني تكون كذا يعني أقوى